نظارات ذكية طرحتها جوجل كانت منتجاً فريداً يجمع بين خصائص هاتف الأندرويد والحاسب والحواسيب اللوحية، وتحتوي على كاميرا ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية في إطار جذاب وأنيق، ورغم ذلك فقد سقطت في هاوية الفشل. ما هو السبب؟ سنتعرف عليه في حلقة اليوم من الهاوية. قامت شركة جوجل بطرح النظارة للمشاهير لاقتنائها للمرة الأولى في عام 2013 في الولايات المتحدة بقيمة 1500 دولار، كما قامت بإجراء الشراكة مع شركة لوكستيكا الإيطالية والتي تعنى بتصميم النظارات والمالكة لماركة رايبان كي تقدم تصميمات عصرية للنظارات. وقد احتوت النظارة الذكية على معالج ثنائي النواة وذاكرة مؤقتة رام تصل إلى 2 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى مساحة تخزين تصل إلى 16 جيجا بايت، بالإضافة إلى وضوح عرض يصل إلى 640 في 360 بيكسل، كما أنها مزودة بميكروفون عالي الدقة وحساس ضوئي وحساسات أخرى، كما تم تزويدها بكاميرا دقتها 5 ميجا بكسل وتصوير فيديو بتقنية عالية الدقة HD 720 بكسل وقدرة على الاتصال بشبكات واي فاي والاتصال عبر البلوتوث. لكن للأسف في مطلع عام 2015 أعلنت جوجل عن إعادة منتجها جوجل كلاس من جديد إلى المختبرات، وبالتالي كان إعلاناً غير مباشر عن إنهاء هذا المنتج. فما هي أسباب الفشل؟ لم يكن هناك موعد إطلاق فعلي للنظارة، بل اكتفت بمنحها للمشاهير، كما لم توضح الحملات الدعائية ميزات ومواصفات النظارة، بالإضافة لذلك لم تطرح النظارة في الأسواق في الوقت المناسب، وحين صارت متاحة للشراء كانت رغبة العملاء تجاه شرائها قد خبت. وهكذا فشلت جوجل في التسويق لمنتجها رغم أنه كان منتجا رائدا في ذلك الوقت.